بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بكم أعزائي الطلبة أعزائي الطالبات في المحاضرة الرابعة وتشابتر رقم 3 بعنوان Research in Psychosociology أو البحث العلمي في مجال علم النفس والاجتماع. بما أن ذكرنا سابقا أن علم النفس كان وعلم الاجتماع كان من كلام أو كان يختص بالفلاسفة، ثم تطور وأصبح علم له طرق بحث علم، فبذلك حتى نؤكد على هذه النقطة لابد أن نعرف طرق البحث في مجالات علم النفس وعلم الاجتماع. فشيء مهم جدا أن نركز على البحث العلمي. مصطلح مهم جدا لابد أن نتعرف عليه وهو scientific method أو الطريقة العلمية. ما هي الطريقة العلمية؟ نسأل كثير جدا المحاضرة هذه أو النتائج التي وصلها أي باحث وصل إليها بطريقة علمية. ما هي الطريقة العلمية؟ تعريف الطريقة العلمية It is a systematic approach، نهج منظم أو طريقة منظمة. systematic approach، طريقة منظمة لإيش؟ to thinking، طريقة منظمة للتفكير حتى أوصل لدراسة ظاهرة معينة. لا بد أن أرتب، تكون هناك طريقة منظمة حتى أستدل على الطريقة المناسبة للحصول على المعلومات، تكون مع مصدر المعلومات سليمة، الطريقة التي أجمع فيها البيانات سليمة، طريقة تحليل البيانات سليمة، فبالتالي الأداة التي سوف أستخدمها تكون سليمة، فبالتالي النتائج سوف تكون صحيحة وممثلة للمجتمع. إذن الـ scientific method هي systematic approach، طريقة منظمة أو نهج منظم to thinking، للتفكير about interesting possibility، هناك احتمالية معينة، ظاهرة معينة تحتمل نعم أو تحتمل لا، تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، تحتمل القبول وتحتمل الرفض. موضوع ما أريد أن أبحث عنه، إما علاقة سلبية، علاقة إيجابية، علاقة طردية، علاقة عكسية، هناك إجابة بنعم أو نجابة بلا، المهم بفكر في شيء يحتمل عدة احتمالات interesting possibility. يبقى إذا هذه الطريقة. ثم الخطوة التالية طريقة systematic approach to thinking about gathering data، أيضا بطريقة جمع المعلومات، لابد أن يكون هناك خطة صحيحة لجمع المعلومات. آخر شيء research in conclusion أو reaching a conclusion، تصل في آخر إلى ملخص يمثل الإيش النتائج التي وصلت إليها. إذا مرة أخرى هي systematic approach، طريقة منظمة نهج منظم to thinking للتفكير about an interesting possibility، احتماليات محل الإثارة أو محل الاهتمام، أيضا thinking about gathering data جمع المعلومات and reaching a conclusion وأصل إلى ملخص أو نتيجة معينة. الطريقة العلمية لها 3 طرق بسيطة جدا تتفرع منها عدة إيش أفرع كثيرة، لكن الطرق الخطوات الثلاثة هي there are three main steps، يوجد 3 خطوات رئيسية in scientific method في الطريقة العلمية. أول خطوة عفوا هي form a hypothesis، form a hypothesis، hypothesis وضع افتراضية، وضع افتراضية معينة. لا أي إنسان بده يبحث عن ظاهرة معينة تحتمل عدة احتمالات يضع في باله افتراضية، سواء أثبت هذه الفرضية أو نفاها، هذا ليس عيبا أن تنفي هذه النظرية التي وضعها الباحث، المهم أن نصل إلى إيش العلم، هل النظرية التي وضعها صحيحة أم لا. على سبيل المثال مثلا نقول أن التدخين يؤدي إلى السرطان، هناك علاقة سبب ومسبب، الكوز اند افكت، تدخين يؤدي إلى السرطان، هذه هي إيش النظرية أو الافتراضية التي فرضتها.
ثم بالبحث العلمي تبين أن التدخين لا يؤدي إلى السرطان، فبالتالي النظرية تم رفضها، ولكن لم يرفض البحث، بل بالعكس الطريقة العلمية لا بد أن أفرض فرضية معينة حتى لو أثبتت عكسها في نتائج هذا البحث، فهذا ليس عيبا، المهم أن نصل إلى الحقيقة. فأول طريقة أو الخطوة الأولى من البحث العلمي هو وضع فرضية معينة، سواء في هذا الاتجاه أو بالاتجاه الآخر. اثنين، gathering data، تجمع المعلومات. هناك طرق بحر في جمع المعلومات، سوف نتكلم عن بعضها حسب نوع البحث. ثم accept or reject hypothesis، ثم قبول هذه الفرضية أو رفضها، سواء كانت رفض لا يقل من شأن الباحث أو البحث أي شيء. المهم أني وضعت فرضية، ثم جمعت المعلومات. المعلومات يشمل تحليلها وإخراجها وإدخالها، ثم قبول هذه النظرية أو رفضها. هذه هي الطريقة العلمية. نركز أكثر شيء على نقطة اللي هي gathering data، جمع المعلومات. هنا كل شغل البحث العلمي في جمع المعلومات وتحليل المعلومات، كل البحث العلمي تقريبا، وأن تنقي أو أن تختار الطريقة المناسبة لنوعية هذا البحث في جمع المعلومات. أول شيء نتكلم عنه في جمع المعلومات أو gathering data هي السامبل، العينة. العينة ما هي العينة؟ It is a segment of population، هو جزء، segment جزء من المجتمع. Being studied، محل الدراسة. يبقى العينة هي جزء من المجتمع، محل الدراسة. Or questions، ممكن أدرسه أو أسأله بسؤال، أسئلة مقابلات شخصية أو تليفونية أو عن طريق استبانة أو عن طريق أي وسائل من وسائل الأسئلة. Usually they represent the opinion of the population. هذه العينة تمثل، هذه حط تحت ممثل خط، تمثل آراء المجتمع كله ككل، تمثل آراء المجتمع. Represent the opinion of the، يعني هذه العينة معينة ممثلة للمجتمع وآرائهم. If you are going to make a research about human behavior، إذا أنت كنت ناوي أنك تعمل بحث علمي عن السلوك الإنساني، you cannot ask all population، فبالتالي لن تستطيع أن تسأل كل المجتمع. To answer your questionnaire، للإجابة على استبيانك، questionnaire معناه استبيان. So another alternative، فبالتالي البدائل you will be the sample، البديل هيكون العينة. لابد أن أختار العينة بعناية وبحرص، وبحيث أنها تمثل كل المجتمع. طيب، تمثل كل المجتمع. العينة هذه لابد أن يتوفر فيها شرط مهم جدا في العمل في العينة، هي الشرط الأهم هو الراندومايزيشن. الراندومايزيشن اللي هي إيش؟ العشوائية. وهي مش ليس عشوائية فوضوية، معنى العشوائية إن كل فرد من أفراد المجتمع له الفرصة أن يكون مجال البحث. يعني عندي أقول مدرسة فيها 10 فصول أو في 10 صفوف، كل صف بدي أخد منه 2، وكل فصل في أساس 50، 50 في 10 هي 500، بدي أخد 2 في 10 فصول هي 20. إذا كل واحد من هؤلاء الطلبة في الفصول عنده احتمالية إنه يكون ضمن مجال الدراسة، ممكن يخضع للاختبار أو يخضع للأسئلة. إذا randomization it is a selection، هي طريقة من الاختيار. In which everyone، كل شخص. In the total population، من كامل المجتمع. Has an equal chance، عنده فرص متساوية. For being included، أن يشمل في هذه الدراسة. يبقى العشوائية المقصود بها إن كل واحد في من المجتمع له فرصة متساوية لدخول الدراسة، هيك بنسميها الراندومايزيشن. الشرط الثاني أو النقطة الثانية في السامبلينج، لابد إن تكون هذه العينة representatives، أي ممثلة للمجتمع.
The sample must represent the population under study. لابد أن تمثل هذه المجتمع. يشمل هذا العمر age limits, sex male or female, educational background سواء تعليم متوسط أو متوسط أو أمي, vocation الوظيفة and location والمكان. إذا إحنا ممكن ناخد العينات بطريقة معينة يعني حتى نشمل العينة, أو جات بنقسم العينة نقول بدنا ناخد من الجنسين ميل وفيميل, وبدنا ناخد من مستويات التعليم من توجيه فأقل ومن توجيه مثلا فأكثر, بدنا ناخد سكان قرى ومخيم ومدينة. إذا ليش التقسيمة هذه اللي بقصدها حتى تكون كل الفئات ممثلة. افرض أنا رحت في حارة واحدة وكل الحارة هذه من سكان المعسكر, فإذا الآراء سوف تمثل أبناء المعسكر فقط أو المخيم من مخيمات اللاجئين. ممكن الآراء تختلف إذا كان هناك قرية فيش فيها مشاكل اللي موجودة في المخيم أو غير موجودة في المدن الكبيرة المزدحمة. إذا representativeness هي التمثيل العينة لكل المجتمع, حتى إذا طلعت نتائج أقدر أعمل مصطلح مهم جدا هي التعميم. أنا أغلبية الدراسة على 20-30 مثلا من 500, إذا النتائج هذه اللي بتطلع تشمل كل المجتمع, أقدر أعممها على هذا المجتمع, أقدر إيش أعمل التعميم إذا كانت هذه العينة ممثلة للمجتمع. طيب types of research in psychosociology, ما هي أنواع الأبحاث العلمية في مجال العلم النفس والاجتماع؟ هناك العديد والعديد من الأنواع, سوف نتكلم عن عدة أنواع منها. أول نوع هو experimental research, الأبحاث التجريبية, وهو مجالات طبعا يعني من أقوى الأبحاث, من أقوى الأبحاث لأنها فيها تجريب, تجرب على الأشخاص ذات نفسه. طبعا في مجال الإنسان والاختبارات النفسية صعب مباشرة أنك تجربها على الإنسان في مشكلة أخلاقية, فلذلك هذه الأبحاث تجرى أولا على في المعامل ثم على الحيوانات ثم على الإنسان بضوابط أخلاقية صارمة, ونتائج هذه الأبحاث نتائج قوية جدا ومن أقوى أنواع الأبحاث العلمية. علاقة وهي التي تفسر العلاقة بين cause and effect, يعني السبب والتأثير. مثلا التدخين يؤدي إلى السرطان بشكل قطعي, هذه النتائج تطلع تخرج نتائج قطعية, قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. A research designed to answer question, طبعا هي مصممة للإجابة على عدة تساؤلات. About cause and effect, عن السبب والمسبب أو السبب والتأثير. In case of measuring human attitude, في حالة قياس اتجاهات الإنسانية والإيموشن والمشاعر الإنسانية, or traits of personality, أو صفات الشخصية. The experimental research use control group, عادة بستخدم two groups في الإكسبرمنتال ريسيرش, يعني مجموعتين, مجموعة بنسميها الكيس جروب وهي الحالات اللي بدي أفحصها, يعني مجموعة مثلا بعض الأشخاص التي تعرضوا لمواقف صادمة والمجموعة الأخرى لم يتعرضوا, أو مجموعة يخضعوا لعلاج بدي أجربه ومجموعة يستمروا على العلاج القديم. الذين يستخدموا العلاج القديم بسميها كنترول جروب, أو المجموعة إيش التي أقيس بها نتائج الدواء الجديد أو طريقة العلاج الجديد, أقول بمقارنة بالعلاج الجديد ونتائجه مقارنة بالعلاج القديم بقدر أظهر مقارنات وفروقات وأقدر أن أقيس فاعلية هذا. إذن في الإكسبرمنتال ريسيرش في شيء بنسميه كنترول جروب. ليش؟ to compare the result, عشان أقارن النتائج of experimental group, لا الجروب اللي هو الكيس جروب أو الاكسبرمنتال جروب, الجروب قيد الفحص after experimental
رياكشن بعد طبعا ما اخضع عليه الفحوصات. اذا اكسبيرمنتال ريسيرش يبحث عن اسئله ايش الكوز اند افكت، هل هذا الشيء السبب يؤدي الى هذا التاثير؟ وحتى اقارن بستخدم عندي في تو جروبس، اكسبيرمنتال جروب اللي هو جروب الفحص، والكنترول جروب، جروب اخر لا يستخدم العلاج ولكن يستخدم الطريقه القديمه، حتى اقارنها به نتائج بعضها البعض. رقم اثنين في من حيث قوه البحث وهو كورليشنال ريسيرش. يعني ايش كورليشن؟ كورليشن يعني علاقه، علاقه ما بين متغيرين، متغير الاول وهو المتغير المستقل يمثل الكوز ولكن ليس كوز، ثم الديبندنت ريسيرش او المتغير التابع يمثل الافكت ولكنه ليس افكت، اقل درجه من الكوز واقل درجه من الافكت. يعني ايش؟ يعني لما ادرس علاقه بين متغيرين، متغير مستقل ومتغير تابع، النتيجه بتطلع كالتالي: عندما تزيد ظاهره او معدل حدوث المتغير الاول يزيد معه المتغير الثاني، او العكس عندما يزيد المتغير الاول ينخفض المتغير الثاني. اذا هناك علاقه، يا علاقه طرديه يزيدون معا، او علاقه عكسيا عندما يزيد الاخر يقل الثاني. هذه هي العلاقه او correlational research. allow the researcher، تسمح للباحث to determine the extent to which two variables are related to each other. يعني نختبر في، يسمح للباحث أن يختبر إلى أي مدى، determine the extent two variables، متغيرين are related to each other، مدى ارتباطهم ببعضهم البعض، وإذا كان هناك ارتباط هل هذا الارتباط إيجابي أو سلبي، طردي أو عكسي. study present phenomenon، لو بدي أدرس ظاهرة معينة phenomenon، to answer question about it، بدي أسأل أسئلة عنها، without researcher interaction، بدون تدخل مني، يعني أسيب الظاهرة وأدرسها كما هي بدون أن أتدخل لصالح أي من أدوات البحث، لا أضع فيها لمسة يد، أضعها أو أراقبها كما هي في الطبيعة. فبالتالي قلت لكم في عندي variables، في ال variables أول بنسميه independent variable وهو المتغير المستقل، وهذا presumed cause يعني يشبه الكوز وليس لكن لا يصل إلى حد الكوز، والمتغير الثاني وهو الديبندنت فاريبلز التغير التابع، وهذا يمثل برسيومد افكت، يمثل الافكت ولكنه ليس بدرجه ايش الافكت. ما زلنا في الكورليشنال ريسيرش، في النتيجه اذا كانت هناك علاقه، اذا كان في كورليشنال، في نوعين من الكورليشنال، من العلاقه في بوزيتيف كورليشنال ونيجاتيف كورليشنال. ما بعد بوزيتيف means that a high incidence of one variables، يعني معدل حدوث، معدل حدوث هذا incidence معدل حدوث of one variable، يعني زيادة معدل حدوث لمتغير واحد، tend to be accompanied by، يميل إلى مصاحبة high incidence of others، يميل إلى مصاحبة هذا زيادة معدل حدوث المتغير الآخر. إذا زيادة معدل حدوث المتغير الأول يزيد من معدل حدوث المتغير الثاني، وهذا بنسميه positive correlational والعلاقة فيه طردية. أما negative correlational means that a high incidence of one variables، زيادة معدل حدوث متغير الأول، tend to be combined by low incidence of another، زيادة معدل حدوث المتغير الأول يصاحب قلة في حدوث أو انخفاض في حدوث المتغير الثاني. هذا هو البوزيتيف والنيجاتيف، والنيجاتيف يمثل كأنه العلاقة عكسية. correlational allows the researcher، عادة بيكون psychologist أو sociologist، to make prediction، من خلال هذه العلاقات أستطيع أن أتنبأ. شو قلت لكم من أهداف علم النفس هو الديسكريبشن، وآخر علاقة الديسكريبشن، وآخر حاجة هي البريدكشن، التوقع ماذا سوف أو السلوك الإنساني بسبب هذه الظاهرة.
النوع الثاني من انواع الريسيرش وهي السيرفي. السيرفي اكيد مرت عليكم الكلمه دي، او المسح، المسح البحثي. السيرفي is an attempt، هي محاولة to estimate. estimate يعني عدد، كلمة estimation معناها عدد، أقدر. the opinions بدي أحسب الآراء، characteristics والصفات، or behaviors والسلوكيات of a particular population، يبقى أنا بدي أحسب آراء أو صفات أو سلوكيات مجتمع معين. by investigating representative samples، عن طريق اللي أنا باخد عينة، العينة هذه عينة عشوائية وعينة ممثلة للمجتمع. إذا أحصيت آراءها أو صفاتها أو سلوكياتها أستطيع الخطوة الثانية أن أعمم هذه الظاهرة على الناس كلهم. في هناك عدة عوامل تؤدي أو تؤثر في مصداقية المسح. factors contribute to survey validity، العوامل التي تؤثر أو تسهم في مصداقية، validity المصداقية، validity survey validity مصداقية البحث، هل هذا البحث صادق، أي نتائجه يبنى عليها، نتائجه صحيحة. البحث طبعا الفاليديتي عادة بستخدم أنا أسئلة مفتوحة أو أسئلة مغلقة، يعني cross questions، يعني فيها أراء yes no أو درجات من 1 2 3 4 5 أو فيها عدة زي الاختيار من المتعدد في الأسئلة الامتحان. من ضمن الأسئلة، الأسئلة هذه لا ممنوع الأسئلة التي تقودك إلى حل معين، بنسميها wording of question، كلمات لازم تكون منتقاة بعناية، بحيث أن الأسئلة leading questions، الأسئلة التي تدفعك إلى اتجاه معين، كان bias اللي هو التحيز، the result ممكن يحصل ايش، تحيز الريزلت تجاه، تحيز للنتائج تجاه ظاهرة على حساب ظاهرة اخرى. يعني الاسئلة لابد ان لا تقود الشخص لا ايش الى انسان معين. يعني مثلا تقول لانسان ان تعطي معلومة للسؤال، انت بالطبع بتعرف ان التدخين، ان تدخين عدد 10 سيجارات في اليوم ممكن يزيد احتمال، فانت تعتقد، فبعديها هتقول سؤال معين واجابته ايش ان كانت، ولكن انت اديت معلومه تقودك الى شيء معين، فهذه الاسئله خاطئه وتضرب في، تضرب مصداقيه الاسئله. لذلك اي انسان بده يعمل بحث علمي او بده يعمل استبيان، استبيان هذا ما ينفعش ينزله للناس هيك، لابد ان يعرض هذا الاستبيان على لجنه من الحكماء او المحكمين، محكمين في هذا المجال، ويقول ويعتمد هذه الأسئلة. أي واحد بده، طالب ماجستير أو طالب دكتوراه بده يعمل استبانة معينة، لا بد أن يعرض هذه الاستبانة من لجنة من المحكمين، وينقوا كلمات الإيش الاستبانة ويبعدوا عنها الأسئلة leading questions. النقطة الثانية التي تضرب في مصداقية البحث هي race of population being studied. بدي أحكي مثلا آراء سياسية، في رأي سياسي معين، وبنعرف الأحزاب السياسية بتختلف. أنا بحكي مثال في السياسة، لو رحت بدي أقيس هذا الرأي السياسي لفصيل معين يؤيد هذه الظاهرة، يبقى إيش؟ تحيزت. الريس أوف بوبوليشن، بدي أحكي آراء الناس في السود ورحت سألت البيض، فبالتالي الآراء هتكون سلبية. أو رحت بدي أخذ آراء في البيض ورحت المجتمع في المجتمع السود في أمريكا مثلا، هلاقي النتائج. فبالتالي race of population اللي هو نوعية الناس هدول أو الأعراق تبعت الناس هذه أيضا تضرب في مصداقية البحث. لابد العينة تكون representative، بدي أخذ آراء يبقى في عندي كذا عرقية من الأعراق الموجودة. خلينا نقول مثلا إحنا في 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 قطاع غزة، بدي أقيس، بقول لازم أخذ من سكان المدن وسكان القرية وسكان المخيم. ثلاثة، ما ينفعش أخذ مكان واحد للسكن. characteristics of person doing the question on interview، طبعا طبيعة الأشخاص اللي بيعملوا بيعملوا الاستبيان أو بيعملوا المقابلة، إذا كان لا تتوفر فيهم الحيادية والشفافية أيضا ممكن تضرب في. لذلك مثلا خلينا نقول في مركز الإحصاء مثلا الفلسطيني، عندما
يطلب من اشخاص حصري اللي هو السكان والعمارات والابنيه والمحلات وطريقه العمل. الناس هدول قبل ما ينزلوا على المجتمع بياخدوا دورات تدريبيه عاليه ومكثفه حتى ينقوا منهم او يختاروا منهم الاشخاص المناسبين لهذه المقابلات. طبعا المحاضره مقسمه لقسمين بغرض طبعا ان انا الفيديو ما يكونش كبير جدا. ان شاء الله في الفيديو الثاني هكمل معاكم المحاضره. نلقاكم على خير ان شاء الله.